برعايه كريمه من معالي رئيسه مجلس النواب فوزيه بنت عبد الله زينل وبحضور سعاده محافظ المحافظه الجنوبيه سمو الشيخ خليفه بن علي ال خليفه وسعاده النائب احمد العامر ورئيس مركز شرطه الرفاع الشرقي وعدد 40 متطوعا ومتطوعه قامت جمعيه بصمه خير متمثله في فريق متواجدين التطوعي مبادره لتعقيم منطقه الرفاع. وتاتي هذه المشاركه تنفيذا لمبادره الشراكه المجتمعيه والتطوعيه التي اطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله